في حزب العمال نرفض توظيف الخطر الخارجي لتكميم أغلبية الشعب حتى ترضخ أمام الوضع القائم البائس، وتسكت عن الحرمان والمظالم. نحن نرفض استغلال الخطر الخارجي لتحقير الأغلبية ولفرض سياسات لا ديمقراطية لا شعبية ولا وطنية. قلت نحن لا نشارك في أي تكتل اللي يكون عنده طابع عضوي، عضوي معناه أنه تكون أرضية فيها جوانب سياسية وجوانب حتى تنظيمية. احنا نحب غيورين على استقلاليتنا بقدر ما نحن على استعداد للقيام بالعمل الوحدوي مع الأحزاب مع الشخصيات. لا يمكن مثلا أن نشارك في أرضية سياسية اللي تكون تهدف إلى تقاسم السلطة، اللي تكون تهدف إلى التقليل من حرية الأحزاب، أنه لازم يكون انضباط. لا، احنا مستعدين نعمل أعمال نشاطات مع يعني وحدوية لكن دون يعني التضحية بالسيادة نتاعنا لأنها راس مال.